داخل وتحديات الخارج. يدير الوزير محمد كامل عمرو واحدة من أهم الملفات الوطنية التي لم يتراجع دورها بعد الثورة المصرية كباقي مؤسسات الدولة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا. مع الوزير حضرتك لسه راجع من أثيوبيا، ممكن نعرف المواطن أهم النتائج اللي حضرتك توصلت ليها؟ هو في الحقيقة كانت الزيارة لأثيوبيا كان لها أهداف محددة. حضرتك عارف هي أول زيارة بعد مسألة ما أثير حول صد النهضة. خليني أرجع بيكي بس شوية يعني إلى الوراء تاريخيا. سد النهضة ده أعلن عنه بحجمه الحالي في أبريل 2011، وكان في اقتراح من الجانب الإثيوبي أنه إظهارا لحسن نية إثيوبيا وأنها لا تنوي الإضرار بأي دولة من الدول الثلاثة اللي هي هتكون متأثرة بالسد، إثيوبيا طبعا والسودان ومصر، وبالذات طبعا دول المصب السودان ومصر، إظهارا لحسن نية. فالرئيس الراحل السابق رئيس الوزراء السابق الإثيوبي ميلي الزناوي عرض تشكيل لجنة فنية من هذه الدول الثلاث وفنيين من خارج مختصين بمسألة السدود لدراسة مواصفات السد وأبعاده للتأكد من أنه لن يلحق ضررا بأي طرف من الأطراف. هذه اللجنة فعلا بدأت في الانعقاد في مايو 2012، وعقدت 6 جلسات بحضور ممثلين من الدول الثلاث، خبراء على مستوى عالي جدا، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من 4 دول مختلفة، متخصصين في القواعد الأمان في السدود، متخصصين في الآثار البيئية للسدود، ومتخصصين طبعا في الآثار المائية اللي هي بتهمنا جدا في الحقيقة سواء في السودان أو في مصر. اجتمعت اللجنة دي 6 مرات خلال العام الماضي، ووصلت إلى تقرير اتفق عليه ووقع عليه الدول الثلاث، وأعلن في الشهر الماضي هذا التقرير. اللي حدث زي ما حضرتك عارفة إن حدث إن إثيوبيا أعلنت عن تحويل مجرى النهر قبل صدور التقرير يمكن بيومين أو 3، وده أثار طبعا أنت عارفة المشاعر في المشاعر الكتيرة في الشارع المصري، وهذا أنا بقدره وبفهمه تماما. في الحقيقة النيل بالنسبة لنا في مصر يعني مسألة يعني مش عاوز أبالي إذا قلت حياة أو موت يعني، وأي واحد من الفرد العادي في الشارع لما للمختصين مهتمين جدا بهذا الموضوع، فطبعا كان في بلبلة وكان في كلام وكان في العواطف، طبعا سخونة في العواطف، وهذا كله احنا مقدرينه في الحقيقة، إنما طبعا ده يعني عكس بعض الظلال على العلاقات المصرية الإثيوبية. من ناحية تانية يعني الجانب الإثيوبي قال إن التقرير اللي خرج من اللجنة بيقول إن ما فيش أي أثار، وبيقول إن بالعكس يمكن تكون في أثار إيجابية على دول المصب وخلافه. يعني إحنا كنا شايفين إن التقرير لا، التقرير واضح إن مطلوب أشياء أخرى يعني. ففي الحقيقة كان هدف الزيارة إن إحنا يعني إلى إثيوبيا إن إحنا نضع الأمور في على الطريق الصحيح. اولا بالعلاقات طبعا يعني نصفي ما شابه ما قد يكون قد شابه هذه العلاقات من بعض الشوائب. الحاجه الثانيه ان احنا يعني نصل الى اتفاق على ان لا، التقرير الموجود بوضعه اللي قدامنا واللي وقع عليه الممثل الدول الثلاث بيقول ان هناك حاجه الى دراسات، مزيد من الدراسات، سواء من ناحيه امان السد او من ناحيه الاثار البيئيه او من ناحيه امدادات المياه الى دول المصب، وهو ما يهمنا طبعا جدا هنا في مصر. الشوائب اللي حضرتك اتكلمت عليها هل هي شوائب قديمه او الشوائب الحديثه نتيجه اذاعه مؤتمر؟ لا، في الحقيقه في خلال العامين الماضيين كان حدث تقدم كبير في العلاقات المصريه الاثيوبيه منذ ثوره 25 يناير. كان في تقدم كبير وتغيير جذري في هذه العلاقات. في فتره من الفترات قبل كده كان في نوع من الشكوك التي تشوب هذه العلاقات. في الحقيقه خلال العامين الماضيين وكان في مجهود من الجانبين في الحقيقه ليعني تحسين هذه العلاقات واعادتها الى مجالها الطبيعي الى الى الى, إلى, إلى طبيعتها المفروضه وازاله اي شكوك. ومش يعني عاوز اقول ان احنا نجحنا الى حد بعيد في هذا، سواء من خلال يعني التاكيدات اللي احنا قدمناها وقبول هذه التاكيدات من الجانب الاثيوبي. واذكر سيادتك ان مثلا اثناء زياره رئيس الوزراء الاثيوبي الى مصر الرئيس الراحل ميلي الزناوي وما اعلنه بوضوح ان اثيوبيا لن تضر بلتر واحد من المياه التي تصل الى مصر. هذه الزياره بتصور ان دي كانت اهدافها، يعني دي اول زياره، فدي كان هدفها. انا بقول ان في الحقيقه هذه الاهداف الى حد بعيد تحققت، ويعني كان في صدر بيان صحفي حتى بيذكر هذا بالتفصيل. فاولا اعدنا تاني التاكيد من الناحيتين، الطرفين اكدوا على عمق العلاقات وعلى اهميه هذه العلاقات للدولتين،
وعلى أن الدولتين لا يسعوا إلا لمصلحة كل طرف بيسعى لمصلحة الطرف الآخر. ده كان أول شيء. الحاجة الثانية أكدنا في هذا البيان وهو موجود طبعا مع الكافة أن فعلا هناك حاجة لدراسة ما ورد بالتقرير النهائي، لأنه التقرير النهائي قال أن في أمور عاوزة دراسة أعمق لتقدير مدى الأثار على سواء كانت أثار بيئية أو أثار أمان السد أو الأثار على المياه. فالتقرير قال أن الطرفين يعني بيؤيدوا هذا، وبالتالي وضع آلية لدراسة، يعني مش بس أنه هو اعترف بهذا إنما وضع آلية للتعامل مع هذا. الآلية هي أن اجتماع فوري لوزراء المياه في الدول الثلاث لدراسة التقرير وإكمال ما هو مطلوب من دراسات حسب ما يطلبه التقرير، ثم معرفة آثار الناتجة عن هذا السد. معالي الوزير، النهاردة تم تحويل العشرة المصريين اللي تم القبض عليهم في خلية الإخوان في الإمارات. ما هو موقف وزارة الخارجية أو ما هو الدور الذي من المفترض أن تقومون به؟ الدور اللي احنا بنقوم به بالنسبة لأي مواطن مصري في الخارج، بصرف النظر أن احنا لا ننظر إلى انتماء المواطن السياسي أو خلافه أو أي شيء، هو مواطن مصري له حقوق، له حقوق في الدولة اللي هو فيها وله حقوق علينا كوزارة خارجية. حقه في الدولة اللي هو فيها أن يراعى الالتزام بقانون الدولة، حقه علينا كوزارة خارجية أن تقدم له الرعاية الكاملة ابتداء من إذا كان اعتقل أو سجن أو وجه إليه الاتهام، الرعاية الكاملة لضمان كل حقوقه، إذا كان محتاج لمساعدة بتقدم له، إذا كان محتاج لأي شيء بيقدم له. في هذه الحالة بالذات، حالة المواطنين بالذات، السفارة المصرية في الإمارات كانت متواجدة من اللحظة الأولى، وكانت بتقابلهم بصورة دورية، رتبت لقاءات لذويهم سافروا وقابلوهم هناك، وفي اتصال أسبوعي كان بيتم مع ذويهم مرتباه السفارة. يعني كانت السفارة بتقدم كل التسهيلات الممكنة لهم وكل الرعاية الممكنة لهم، زيهم زي أي مواطن مصري آخر موجود في أي دولة. عندما يكون في ضائقة السفارة موجودة وحاضرة للدفاع عنه وعن حقوقه وضمان جميع حقوقه. يعني وانا بقدم حضرتك كنت بقول ان ما بين مشكلات الداخل وتحديات الخارج في دور مهم لوزاره الخارجيه ما تراجعش وما تغيرش بعد الثوره المصريه. انت حضرتك شايف ان في توتر حاليا في العلاقات مع الامارات، مع بعض الدول العربيه، نتيجه بعض التصريحات اللي بيعتبرها البعض غير مسؤوله، فبتؤثر على دور الخارجيه في الخارج؟ شوفي حضرتك، احنا يعني الدول العربيه هي طبعا مش هقول في مقدمه اهتماماتنا، هي يعني البند الأول في اهتماماتنا. أمن الدول العربية هو أمن مصر، وأمن مصر هو أمن الدول العربية. هناك خطوط لا نسمح بتعديها بالنسبة لأمن الدول العربية. العلاقات بين جميع الدول العربية وبين مصر هي علاقات تاريخ وحضارة وثقافة وماضي لا يمكن المساس به. قد يحدث هنا مشكلة هنا أو هناك، نحن يعني نتغلب عليها عادة ولا نسمح بتفاقمها. طبعا في بعض التصريحات اللي بتصدر احيانا بتبقى تصريحات يمكن ما لهاش محل، يعني قطعا يعني بيبقى في بعض الاثار، انما الخارجيه بتحاول قدر جهدها في الحقيقه انها تعالج هذه الاثار. لكن ايضا بنطلب يعني من الاخوان المصريين انهم يراعوا المصالح الواسعه لمصر في الدول العربيه، انما علاقتنا مع الدول العربيه هي علاقات ثابته. امن الدول العربيه هو من امن مصر، ولن نسمح في يوم من الايام بمساس بامن الدول العربيه. من صالح مصر انها يكون لها علاقات مع كل دول المنطقه، انما ايضا هذه العلاقات خاضعه لخطوط وخاضعه لقواعد وخاضعه لروابط. علاقتنا مع ايران قلنا باستمرار انها تخضع لمجموعه محددات، منها مثلا امن دول الخليج، هذا خط احمر لا نقبل به، عدم التدخل في الشؤون الداخليه، نحن لا نتدخل في شؤون احد ولا نسمح لاحد بالتدخل في شؤوننا. ففي ضوابط وروابط يعني بتلزم علاقاتنا وبتحدد علاقاتنا مع الدول. أنا عايزة أسأل سؤال محدد عن العلاقات مع السعودية، وكان في مؤتمر منذ عدة أسابيع كان بيتم الإعلان فيه إن السعودية لأول مرة بتحل مشاكل المصريين، فتحت مدة لحل مشكلة الكفيل. إزاي توصلتم إلى هذا الاتفاق وكيف يمكن تعميمه على باقي الدول العربية؟ العلاقات المصرية مع المملكة العربية السعودية في الحقيقة على مدار تاريخ الدولتين علاقات مهمة جداً، تحتل يعني أولوية كبيرة وأولوية مطلقة في الحياة في علاقاتنا. زي ما حضرتك قلت إن كان صدر عفو ملكي في السعودية عن الموجودين بطريقة غير قانونية، هذا العفو استفاد منه الكثير من المصريين في الحقيقة، إما من خلال تصحيح أوضاعهم والاستمرار في السعودية أو من خلال الخروج بدون أي
ما يدفعوا أي غرامات أو يتعرضوا لأي عقوبات. السفارة المصرية والقنصلية المصرية في جدة والسفارة المصرية والقنصلية المصرية في الرياض وقفت مع المصريين في الحياة في هذا الشأن، سهلت لهم كل ما هو مطلوب. من تمكن من تعديل أوضاعه في الداخل وتوفيقها ظل موجودا، ومن رغب في الخروج احنا ساعدناه، اللي ما كانش عنده جواز سفر ادينا له وثيقة سفر وساعدنا في هذا الشأن. مع الوزير، ايه الرسالة اللي ممكن حضرتك توجهها للشعب المصري بشكل عام، للمصريين في الخارج، للنظام الحالي للتعامل لتحسين صورة مصر في الخارج؟ الرسالة اللي بقدمها انا بقول لمصر، لديكم جهاز للعمل الخارجي، لديكم وزارة خارجية من اعرق وزارات الخارجية في العالم، وهذا بدون مبالغة. لديكم جهاز يمكنكم ان تفخروا به بابنائكم وبناتكم العاملين فيه، وثقوا ثقة كاملة أن هذا الجهاز لن يألو جهدا في الدفاع عن مصالح مصر القومية في الخارج، مصالح مصر كدولة، ولن يألو جهدا في الدفاع عن المصريين الموجودين في الخارج. هذا واجبنا، نحن لا نمن به على أحد، بالعكس مصر أعطتنا الكثير ويجب أن نرد لها هذا العطاء، إنما أنا بأطمئن المصريين على هذا الجهاز اللي احتفظ بتماسكه وإن شاء الله سيحتفظ بتماسكه وبحرفياته في كل الظروف بإذن الله. حرك الآن؟ أنا متفائل إن شاء الله يكون في تفاؤل. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا، متشكر، شكرا.